لم أنس لا والله زينب إذ مشيت وهي الوقور إلي مشي المسرع وهي الوقور إليه مشي المسرع تدعوه والأحزان من فؤادها والطرف يسفح بالدموع الهمعي والطرف يسفح بالدموع الهمعي يا أخي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا والتخضعي يا أخي هل سمعت بنعيك أمك الزغراء نعم سمعت أخي هل سمعت بنعيك أمك الزغراء يوم جمعة يوم إمام زماننا يوم عرض الأعمال على إمام زماننا ونحن في هذا الشغل الكريم يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين يا أكرم من يوسف يا إمام زماننا لم أنس لا والله زينب إذ مشيت وهي الوقور إلي مشي المسرع تدعوه والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع الهمعي يا أخي أين أبي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي بعد أخي هل سمعت بنعيك أمك الزغراء حين نعيت أم لم تسمعي لا سمعت والله يا أخي ما عودتني منك الجفا أخويا ما عودتني أخي ما عودتني منك الجفا إيش عجب أصيح لك ما تجاوبي المرة أخي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي فعلى ما تجفوني وتجفو من معي من معي من معي على ما تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الغنا بالسوط كزر أضلعي عيدة أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالشوط كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي خويا فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري
وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي مثلي فاصنعي خويا حسين جيتك والدمع هامي وجبت وياي ايتامك واي بالله سمعوا لي هاي القصه المفصله بهالابيات الحلوه هاي هاي شو وقت قلت لي اجيتك بالاربعين يوم جمعه ليل اعمالنا ان شاء الله تعرض وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون بقية المؤمنين في زمننا هو إمام زماننا الليلة تعرض عليه الأعمال إن شاء الله ذني يسجلا بالأعمال خويا حسين جيتك والدمع هامي وجبت وياي أيتامك وأيتامي خويا جبت وياي أيتام على ضغر النوق كاتلها الحزن يا حسين لك والشوق تريد تشوف قبرك والقلب محروق وهذا اليوم قبرك صار قدامي قدامي القبر وذكرت خويا ايام من طف كربلة للكوفة الارض الشام كلها تهون بس يا لوعه الايتام من تنظر بخويا وما لها محامي يتيماتك ينجدن الدرب كله يتيماتك ينجدن الدرب كله ايش وقت نرجع لابونا وقبره نندله نريد نخبره بالصار ونقل له ومثل جسمك غدا دلال هندامي مثل منو يتيمات زينب رقي الدرب كل مشي براسي تقل لي عمه مشتاق لأعز ناسي منو أعز ناسي ما ناسيت ابويا وهو ما ناسي وكو يوم اللي يجيني شمعة ايامي واجاها هاي وحدة وسكينا الدرب كل المدمع تصب على راسك يا اخويا عيونها تربة وكل ساعة تقل الراس مصوبة ومن نسمع حكيها ترجف عظامه بعد ويا فاطمة الصغرى مكتفة ويا غاي عالناقة يا خويا وصرت الافياي يا بصرت الافياي تكسر قلبي من تعطش وتطلب ماي هاي منو فاطمة الصغرى ويا فاطمة الصغرى مجدفة وياي مجدفة وياي عالناقة يا خويا وصرت الافياي تكسر قلبي من تعطش وتطلب ماي وتقل صدق عاد انشت الظامي وام كلثوم اختك عنها لا تسأل شبيها مشتوفة بحبل والينشت في ينزل رادت هاشمي فيها للمحمل يقل لأزدجني يقل لأزدراحي وأمني ونامي هاي هم ام كلثوم بعد يا وعن حامض وعن شحكي لك احواله الطوق برقبته ودم رقبته ساله وعماته وخواته مشتف قباله وينادي وينكم يا اهلي ويا عمامي بيت الاخير بالقصيده
وعن زينبك خلف باب الحكي مسدود، لان الشذت لا صاير ولا موجود، خويا لا موجود علي حتى الشمس لبست هدوم السود من دخان يوم الحرقه وخيامي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. ونحن في بحث الطغيان والطاغوت في ثقافة القرآن الكريم، أتمنى من الأحبة يلتفتوا لي الليلة، أريد أمشي سريعا بالبحث لأن بعد عندي محطات كثيرة وعندي أسباب للوصول إلى الطغيان بالمحور الأول، هم أسباب كثيرة وعوامل. زين إذا بقينا على هالطريقة بالمشي البحث ما راح يكمل بهالليالي اللي أنا بخدمتكم، فكون أسرع البحث بعد. زين، تذكير بما فات بدقيقة ونص إن شاء الله تعالى، كل الشغل كل السريع. الطغيان عرفناه أولا وبينا بعض مصاديق الطاغوت ثانيا بالمحطة الأولى من البحث، وانتقلنا إلى المحطة الثانية اليوم بعد بهالاختصار أبين، بس بالكم يمي وعينكم وياي حتى نمشي أسرع الليلة. ثم انتقلنا إلى محطة ثانية في البحث وهي الاستعمال، محطة الاستعمال القرآني لهذه المادة في القرآن الكريم عبر محاور. ابدينا بالمحور الأول وهو محور الأسباب والعوامل اللي تخلي الإنسان يقع بالطغيان لو يزداد طغيانا على طغيانه، وابدينا بهاي الأسباب والعوامل، وإلى الآن احنا بعدنا بالسبب والعامل الأول، وعندي بعد عدة أسباب وأكملها وأرجع، عندي بعد عدة محاور تقريبا 7 محاور بعد عندي غير الأسباب بالمحور الأول، هاي كلها أكون المر عليها ولهذا أكون نسرع. زين، المحور الأول الأسباب اللي تخلي الإنسان يقع بالطغيان، بدينا بالسبب الأول وهو النفاق والاستهزاء بالدين والمؤمنين، وقلنا القرآن بيّن هالمعنى هذا طبعا بآيات عدة، أنا اختاريت آية من عدة آيات، خل وقوف على كل الآيات هذا ما صار بحث، هذا بعد كنا نحتاج كم رمضان نسولف. آية إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أصحاب النفاق، وإذا خلوا إلى شياطينهم، أكو رأي الشياطين المقصود بالشياطين اليهود اللي كانوا يحيطون بالنبي جغرافيا صلى الله عليه وآله بالمنطقة اللي بعث بيها وهاجر إلها صلى الله عليه وآله. هنا نقول تكون أسل الضوء على 3 أمور بهاي الآية أو الآيتين، 3 أمور أسلط الضوء عليها. الأول بعض النقاط عن المنافقين كملتها، بعض النقاط عن اليهود بينتها، بديت ببعض الكلام عن المكر الذي مكره اليهود والمنافقون أحسنتم. هذا شنو من مكر؟ قلت هذا المكر عظيم من نواح 4 أو من حيثيات 4، البارحة بدينا بالأولى إذا يتذكر الإخوة، بس قبل لا نبدي بالأولى قلت بخدمة الأحبة، قلت كون أنطي ولو صورة مختصرة عن المكر في الثقافة الدينية، فعرفت المكر بشكل مختصر وهو كيد الماكر بالممكور به بالشكل المختصر، وقسمت المكر إلى 2 قسمين، مكر حسن وهو مكر الله تعالى بأعدائه اللي يمكرون مكرا سيئا، ومكر سيء وهو مكر أعداء الله. بينت هدف من أهداف المكر الحسن وهو نصرة الحق وأهل الحق، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، مو هالشكل، أو يخرجوك الظاهر، ويمكرون ويمكر الله، هذا بعد يمكر الله مكر حسن لنصرة الحق وأهل الحق، هذا هدف المكر الحسن. المكر السيء لا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلى أهداف، من أهدافه الطغيان، جبت آية البارحة إذا يتذكر الإخوة، ومن أهدافه نشر الضلال، وهذا من أهدافه نشر الضلال. البارحة خلاني أدخل بالحيثية الأولى من حيثيات المكر الثنائي النفاقي اليهودي اللي هي حيثية أن المكر كثير من حيث الكم، أحسنتم، كثير وكبير من حيث الكم. وين هذا؟ يعبر عنا القرآن الكريم بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار يعبر القرآن. فلما يكون مكر ليل ونهار وبشكل مستمر
من حيث الكم المكر كثير يومه كثير كثير مكر ليل نهار ما متوقف ليل نهار مكر ليل نهار زين هذا مكر الليل والنهار كما قلت البارحة بخدمة الأحبة قلت في قبالة هم أكو شغل أولياء الله ليل نهار إني دعوت قومي شنو ليلا ونهارا كما يقول نوح عليه السلام فإذا أكو أولياء الله يعملون ليلا ونهارا وأكو أعداء الله يعملون هم شنو ليلا ونهارا والمعركة محتدمة وقائمة على قدم وساق ضروس من ذاك اليوم وقبل ذاك اليوم ولليوم وحسب الظاهر إلى يوم القيامة في الواقع احنا كنا نصير جزء من هذه المعركة انا وياك بس جزء من هذه المعركة بخندقها وجانبها السلبي لو الايجابي يفترض ان نكون بالايجابي يعني ان نكون في معركة الله واولياء الله ضد اعداء الله واذا ما دخلنا بالمعركة بجانبها الايجابي ضد السلبي نكون في مشكلة حقيقية نكون في مشكلة حقيقية نخسر فيها ديننا ودنيانا في الواقع بس والله ما أعرف هنا أنا شنو أقول هواي أكو كلام هنا أنا ما أدري شنو أقول شنو أترك أنا صممت الليلة ما أرد أكثر بالتعليقات بس تجيني معلومات حلوة أثناء الكلام وما أعرف أقولها أتركها حيرة المهم زين هذا المكر من حيث الكم وطبعا البارحة قلت هناك خلو وإمامنا الصادق هم يقول الواحد من أصحابه أتخلون وتتحد أتخلون فإذا أكو خلو للشيطان وأكو خلو هم للرحمن ونصرة الحق هاي هم ثنائية مثل ذيك الثنائية في الواقع أتخلون وتتحدثون قال نعم نخلو بياناتنا كشيعة ونتحدث بأمركم ونصرة القرآن الإمام قال له أحب ريحكم وأرواحكم لما تخلون وتسولفون وإلى آخره زين إحنا قلنا أكو المكر بحيثية واحدة لو حيثيات أربعة كون نعرفه من حيثيات أربعة هاي الحيثية الأولى من حيث شنو الكم أما الحيثية الثانية من حيث النوع والكيف أنا هاي الأجوبة كلش تسرني هاي أجوبتكم كلش تسرني معناه معلومات البحث محفوظة والإخوة مركزين عليها أصلا بحيث إذا أنسى شيء هم الإخوة يذكروني الحيثية الثانية النوع والكيف مو فقط مكر أعداء الله مو فقط كثير من حيث الكم بل هو خطير وعظيم من حيث النوع والكيف هذا وين بالقرآن الكريم القرآن يقول ومكروا مكرا كبارا فهو مو بس مكر ليل ونهار من حيث الكم وإنما المكر شنو كبارا من حيث النوع مكرا كبارا يعبر القرآن الكريم بحيث في آية أخرى كما ذكرت البارحة بخدمتكم مكر يزيل الجبال كما القرآن الكريم يعبر مكرا كبارا مكرا كبارا زين أنا ما أدري إذا يلتفتوا لي الأحبة لما المكر يكون من خلال الحيثية الأولى كثير من حيث الكم وعظيم من حيث النوع والكيف أهل الإيمان هنا كون يصيرون على حذر لو ما يصيرون على حذر ها يعني من يشوف مكر أمامه على مستوى الكم ليل نهار على مستوى الكيف كبارة خو أولياء الله وأهل أولياء الله وأتباع أولياء الله شلون كون يصير يعني موقفهم فهمهم قراءتهم لهذا المكر اللي أمامهم في الواقع شلون كون يصيرون يعني كون يصيرون على حذر شديد وعلى استعداد تام يصيرون نايمين وغافلين ومن نام لم ينم عنه كما يقول علي عليه السلام شلون كون يصيرون ما أدري يعني سوى الله ما أعرف شنو أقول احنا اكو عندنا ثقافة كاملة بالقرآن عنوانها ثقافة الحذر يوماكو هو شنو الحذر من أقول المؤمنين يكون يصيرون على حذر هو شنو الحذر يعني أنا أقول لك الخيفة الحذر هو الخيفة والتحرز أحبابي عفتوني لو أكمل أي والله متكونون وياي كل إيش يصير بواحد أحكي الحذر هو شنو الخيفة والتحرز هسه أنا هذا البحث ما محضر له ولكن راح يعني أنشط ذاكرتي
وأجيب بعض الآيات بهذا الجانب إذا قدرت، إذا نجحت، وإذا ما نجحت أعوفه وأكمل بحثي. أنا يعني مو كل شيء يجيني على المنبر معناه أنا محضر له، بعض الأحيان تجيني أمور أنا ما محضر لها فأستفيد من ذاكرتي، وإعانة رب العالمين هي الأصل طبعا. الحذر كتعريف هذا، الحذر بالثقافة القرآنية وارد بكثرة يوم ما وارد بكثرة، وارد بكثرة على اللي أستذكر بذهني الآن. محور من محاور الحذر في القرآن حذر من الناس وخصوصا أهل النفاق منهم، أهل النفاق، وإحنا الآن في المكر النفاقي اليهودي، بس التفتولي وباوعولي. وين القرآن الكريم يقول احذر من المنافقين، هم العدو فاحذرهم. حذر يوم حذر، فاحذرهم يعني اخذ الحيطة، اتحرز. هم العدو، اهل النفاق، العدو الداخلي، هم العدو فشنو؟ فاحذرهم. فاذا الحذر في الثقافة القرآنية بمحوره الاول حذر من بعض الناس، خصوصا من بعض الناس، خصوصا اهل منه؟ اهل النفاق، هم العدو فاحذرهم. بس تقول لي اهل النفاق اكثر علامة تبرزهم شنو؟ بغض علي ابن ابي طالب، لا يحبني الا مؤمن، لا يبغضني الا منافق. من اهم علامات المنافق اللي بينها ابو الزهراء والواردة في صحيح مسلم عند غيرنا، فضلا عن بقية المسانيد والمعاجم وغير ذلك، في صحيح مسلم من اهم العلامات اللي خلاها النبي بكتبنا وفي صحيح مسلم عند غيرنا وبقية كتبهم، انه حب علي ايمان وبغض علي شنو؟ نفاق. نفاق القرآن الكريم يعبر هم العدو فاحذرهم، فاحذرهم. هذا محور. اكو محور ثاني الان استذكرته، شلون من الصواعق حذر الموت. فاذا المحور الاول حذر المنافقين بعض الناس، المحور الثاني حذر الموت، المحور الثالث لعله يتفاجأ الإخوة من المحور الثالث. المحور الثالث بعض الناس كون يحذرون الله. شلونها؟ هذا السؤال في محله، هذا السؤال كلش في محله، هو هنا شلون؟ آية من الآيات تقول رب العالمين يقول لبعض العباد يقولهم كون تحذرون مني. شوفوا ذولا شبابنا شلون أهل وعي وثقافة، ذولا الشباب. ولهذا أنا دوم أراهن على شبابنا. بعض الأخوة يقول أنت متفائل زايد، لا مو متفائل زايد أبدا، بس بنفس الوقت أنا مو متشائم زايد. بعض الناس من يتكلم عن مجتمعنا يسوي مجتمعنا كله شياطين، هذا مو صحيح إخواني، مو صحيح. هذا مجتمعنا أكثر زين، مو زين. نعم المو زين لأنه هو يعني بالساحة هو خابص روحه بوحده، تشوف كأنه هذا ولا مو الشكل. ناسنا الأخيار أكثرهم أهل رزانة وسكوت وهدوء، قاعدين ببيوتهم ملتهين في شغلهم، حلال وحرام لازمهم، مو أهل تهريج ومواقع تواصل خافصين الدنيا، قاعدين ببيوتهم محترمين. فمن يشوف لك 4-5 مخربطين شاغلين الدنيا تقول المجتمع كله هالشكل، لا المجتمع أكثر خير، بس الأخيار مو أهل هاي الأمور. فمجتمعنا أكثر خير وشبابنا أكثرهم أهل وعي وثقافة، هذا عندي يقين راسخ يعني ما بي نقاش. هسه الأخ العزيز جاب آية ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. يا إخوان هذه آية ما درتم ملتفتين لخطورتها، وما ملتفتين خطورتها، هاي كلش تخوف الآية. يعني مثلا القرآن الكريم مرة يقول فاتقوا النار، فاتقوا شنو؟ النار. القرآن الكريم مرة أخرى شو يقول؟ فاتقوا النار. مرة أخرى يقول إن عذاب ربك كان محذورا، وإحنا بالحذر، إن عذاب ربك كان محذورا، احذر من عذاب الله، اتق النار. ذكرت آية اتقوا يوما لا تكذا، اللي ما تجزي نفس عن نفس، كل نفس تأخذ حقها، دباوعولي. اتقوا يوم القيامة، فاتقوا النار، احذروا من العذاب،
رب العالمين يحذر عباده من ذني. اما بهاي الايه رب العالمين مو يحذر عباده من النار لو من يوم من عذاب. بهاي الايه رب العالمين يحذر بعض عباده منين؟ من نفسه. يقول يحذركم الله نفسه. تدرون هاي شنو موردها يحذركم الله نفسه؟ يعني ذول العباد شو مسوين اللي رب العالمين مو يحذرهم من النار ولا يحذرهم من يوم ولا يحذرهم من عذاب، يحذرهم من نفسه وهو أعظم من كل شيء. تدرون ذول شو مسوين؟ أول الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. بهالمورد هذا إذا مسلم خلى ولي من دون المؤمنين الكافرين، رب العالمين ما يهدد بناره ولا بعذابه، يهدد شنو؟ يهدد بنفسه. فالموضوع إيش قد خطير؟ ما أدري قدرت أوصل فكرة يوم قدرت. فالموضوع إيش قد خطير؟ ولهذا أئمتنا بزياراتهم علمونا موال لكم ولأوليائكم ومعاد لأعدائكم، لأن إذا أوالي أعدائكم أصير تحت بند. يحذركم الله نفسه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. ولهذا نبينا اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. اتعادي علي وتوالي عدو علي، وعلي هو ولي الله، معناه انت عاديت الله. الله هم يحذرك نفسه بعد هنا، انت وصلت الى دركة مو يحذرك من ناره ولا يحذرك من يوم القيامة ولا يحذرك من عذابه، بل يحذرك من نفسه. ويحذركم الله نفسه. اذا توالون عدوي يا مؤمنين، هذا الوارد بالرواية، هل عملت عملا لي يا موسى؟ قال له صليت لك، قال له صلات لك، صمت قال له صوم لك، كذا قال له إلك، قال له إلهي شنو إلك حتى أعرف نفسي سويته يوم سويته؟ قال له هل واليت لي وليا؟ هل عاديت لي عدوا؟ عاديت مو واليت لي عدوا، عاديت لي عدوا. لأن لي والي عدو يحذركم الله نفسه. ولهذا تشوفون إبراهيم لما تبين له القرآن يعبر أنه عم عدو الله، سوى إبراهيم تبرأ منه. عدو الله ما أواليه، تبرأ منه. لو يصير مو عمه، لو يصير أبوه، تبرأ منه. عدو الله ما يوالى. وولاية عدو الله في القرآن والتقرب إليه وتقديمه على المؤمن بتحذير من الله، يحذر صاحب هذا الفعل بنفسه، يقول أنت قاعد تبارزني بالحرب، أنت قاعد تحاربني أنت. ولهذا بالقرآن أكو يحاربون الله وما أكو يحاربون الله، جاوبوني. يحاربون الله ورسوله بالقرآن، جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. سؤال، والله محاربة الرسول ممكنة ولهذا واردة في الآية على نحو الحقيقة، أما محاربة الله ممكنة؟ ولهذا يحاربون الله على نحو المجاز بالآية، يحاربون رسوله وعلى نحو الحقيقة، لكن يحاربون الله أكو واحد يقدر يلزم سيف يحارب رب العالمين؟ فيحاربون الله على نحو المجاز وفحوى الآية أنه يحاربون أولياء الله. فلما يحاربون أولياء الله القرآن ايش يعتبرهم؟ يحاربون الله ورسوله. هي بس بهاي من ذا الذي شنو يقرض؟ يقرض الله. هو أنت من قاع تقرض لك مؤمن تقرض الله؟ شلون تقرض الله؟ هو رب العالمين فقير حتى واحد يقرضه؟ رب العالمين غني. أحسنتم أحسنتم جزاكم الله خيرا، أحسنتم. وإلا شنو يقرض الله؟ شلون يقرض الله؟ طبعا هو ولي الله، الله يحبه، ولهذا محاربته محاربة لله، والله يحذر صاحبها بنفسه. ومن هنا ذول المنافقين ذنبهم كبير، لأن ذول كون يتولون المؤمنين هم يرحون لليهود يصيرون ضد المؤمنين ويمكرون بالمؤمنين.
ومكرهم عظيم من حيث الكم والكيف، ليل نهار كبارة كما يعبر القرآن الكريم. فالموضوع ايش قد خطير. انت بعد هنا انا اقدر افتح لك قوس من خلاله تقدر تفهم الامور. الحاربة وعلي بن ابي طالب ولي الله، اللي حاربوا علي بن ابي طالب ولي الله، هاي محاربة علي بن ابي طالب ايش تعني؟ ايش تساوي بالثقافة الدينية؟ ايش تساوي؟ قاتلت على التنزيل وتقاتل على التأويل. النبي يقول له تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وغير ذلك. محاربة ولي الله ايش تعني بالثقافة الدينية؟ انت بعد اكو لوازم هنا واثار ونتائج المؤمن يكون يفهمها حتى يصير واعي ويقرأ الامور بشكل دقيق. احنا قلنا المكر بي كم حيثية؟ اربعة. لحد الان بينا كم حيثية؟ اثنين. ايش قد بقانا؟ الحيثية الثالثة. هذا المكر الكبار بالحيثية الثانية شنو مصاديقه في القرآن؟ مصاديقه أبينها من خلال الحيثية الثالثة والرابعة حتى تكمل الحيثيات الأربعة ونرجع نكمل بحثنا بالعوامل الأخرى لتوقع الإنسان بالطغيان. البحث مرتب يوم ما مرتب؟ مرتب مرتب. زين، شنو الحيثية الثالثة اللي هي مثال الحيثية الثانية الكبارة؟ الحيثية الثالثة المكر كان من الناحية النظرية، والرابعة من الناحية العملية. مثال الناحية النظرية شنو؟ مو مثال، أمثلة كثيرة للمكر من الناحية النظرية، أمثلة كثيرة وكلها ذكرها القرآن الكريم. ولا أدعي أني استقرأت جميع مصاديق ذلك في القرآن الكريم، راح أذكر لكم بعض وأفتح الباب لأصحاب الدراسات القرآنية وأقولهم أنا للآن ما شفت بحث أو دراسة قرآنية تجمع مصاديق المكر على المستوى النظري يو العملي يو الكمي يو النوعي بشكل مستقل. للآن ما شفت بالدراسات القرآنية مع شديد الأسف. فهذا مكان بعد ذكر ما حد مشتغل عليه، فأقدمه للباحثين والمهتمين بالشأن القرآني وبعلوم القرآن وأقولهم اشتغلونا عليه، ابدونا بالقرآن من أول سورة لآخر السورة، اجمعونا مصاديق المكر بهذه الحيثيات الأربعة عبر دراسة يو تأليف يو بحث يو غير ذلك. هذا بحث جديد ما مشتغل عليه. مثال من أمثلة ذلك أجيبها بخدمة الأحبة. هذا المكر الكبار من الناحية النظرية، بس التفتوا لي. النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبلة واحدة وعلى قبلتين، ساعدوني على قبلتين، يا قبلة ويا قبلة، بيت المقدس والبيت العتيق اللي هو أقدم من بيت المقدس واللي هو أفضل من بيت المقدس واللي هو أعظم من بيت المقدس، الكعبة المكرمة المعظمة المشرفة صانها الله وزادها عزة وشرفا. النبي من صلى فترة مكة وبداية فترة المدينة على بيت المقدس وبعدين فولي وجهك شطر الماء ونرى تقلب وجهك في السماء إلى آخره. حكي مضبوط ومو مضبوط. أم ننتقلوا المسلمين للبيت العتيق البيت الحرام. اليهود مكروا هنا اليوم ما مكروا، وهذا المكر النظري، هذا مصداق من مصاديقه في القرآن. اليهود هنا مكروا يوم ما مكروا، مكروا شلون مكروا؟ ببالكم شلون مكروا؟ اجوا للمسلمين، باعوا لي احبابي ارجوكم خلينا نتعلم نستفيد. اجوا للمسلمين قالوا لهم يا ابا انتوا كنتوا تصلون على هاي القبله، بعدين انتقلتوا لقبله ثانيه، شنو اكتشفتوا نفسكم كنتوا مخطئين ورحتوا ذيك القبله؟ لو هاي القبله صح وصار نيتكم تعيفوها، اذا هاي القبله صح ليش عفتوها؟ واذا هاي القبله مو صح ليش صليتوا عليها كل هاي السنين؟
صلاتكم السابقة خطأ كانت يوشنو؟ إذا صحيحة ليش تعوفون الصح؟ وإذا خطأ شلون محمد نبي وقالكم صلوا عليها؟ هذا مكر نظري أو مو مكر نظري؟ جاوبوني. شبهة أو مو شبهة؟ زين. المسلمون كان أكثرهم واصل إلى درجة عالية من الوعي بحيث مثل هاي الشبهة ما تنطلع ليهم، يو أكثرهم كان مستوى العلمي بسيط جدا. لما أكثرهم مستوى العلمي بسيط جدا مثل هاي الشبهة راح الزعزع بدينا لو ما الزعزع. هذا مثال. زين، اليهود اللي اشتغلوا بهذا المكر النظري بذاك الوقت توقفوا عنه في زمننا يوم مستمرون عليه مع تطور وتراكم خبرة وعصرنة الشبهات كما يعبر الآن وغير ذلك. يوم هالشكل ناسنا هم كون يصيرون أهل وعي حتى مثل هذه الأمور لا تزعزعهم عن دينهم كما زعزعت بعض اللي سبقوهم في الواقع. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله جاوب على ابن أبي طالب مدينة العلم، جاوب وقفوا أمام هذه الشبهات وحلوها للمسلمين وخلوا نفوس المسلمين تهدأ. هذا مكر. والطريف شو اشتغلوا على هالحكاية هاي؟ القبلة. ليش عفتوا القبلة؟ ليش غيرتوا القبلة؟ اجتهم آية بسورة البقرة هو آية عظيمة اقدر التفت منها التفاتة جديدة، اخذ منها فد التفاتة جديدة، بس باوعوني ارجوك اقدر استفيد منها استفادة شنو جديدة. هاي الآية قالت لهم يابا انتوا عفتوا الدين كله وركزتوا بس على شنو؟ انتوا عندكم مشكلة بالدين من اول لآخر، لعبتوا بجولة هاي ما تباوعوا لها، صار همكم بس تركزون على شنو؟ على بس القبلة، والدين صار كله عبارة عن القبلة، تتغير لو ما تتغير. هاي النظرة الجزئية للدين مو صحيحة يا يهود. اللي يريد الدين بشكل حقيقي كون ينظر للدين من كل جوانبه ويستفيد من كل جوانبه، لا يركز له على جانب واحد ويعوف شنو الجوانب كلها. ايش قالت لهم الآية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله و16 حيثية. ذكرت الآية بسورة البقرة، أنا ما حافظ الآية كلها لأن الآية عبارة عن نص صفحة فما حافظها كلها، بس ما أدري نقدر نطلعها الآن ما نقدر نطلعها. إذا واحد بتليفونه يقول لي يا صفحة، إذا طلع لي إياها الآية بتليفونه يقول هاي وياها يا يهود. لا. شوفوا باعولي بالله، باعولي إخواني، خلنا نستفيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل هذا الشير. طبعا هنا هم أكو عندي كلام، يعني هاي الاستفادة التركيز على جزئية وترك الدين كله مع أنه هم عندهم 100 مشكلة ببقية اعتقاداتهم الخاطئة، مو اللي جاء بها الأنبياء، اللي جاء بها أنبياءهم كله صواب وصحيح بس تحريفاتهم. هاي هم أقدر استفيد منها الآن بوضعنا الحالي، دباوعوني هالمعنى هذا أقدر أستفيد منه بوضعنا الحالي. البعض يقول للمؤمنين، يقولهم السيدة زينب عبارة عن قوة وشجاعة وصمود وتجلد، دباوع لي، وعنفوان وعظمة و و و و و و و و و وكل شيء غير هذا من قبله. يابا أنت ليش تركز على جانب وتترك جانب آخر؟ يو تركز على جانب على حساب جانب آخر، هذا مو صحيح. السيدة زينب قوة، والسيدة زينب شجاعة، والسيدة زينب عظمة، والسيدة زينب صبر، والسيدة زينب تجلد، والسيدة زينب كله صح، وبنفس الوقت السيدة زينب ظلامة، والسيدة زينب دمعة، والسيدة زينب بكاء، والسيدة زينب ألم، والسيدة زينب حرقة. هذا أنت ليش تركز لي على ذاك الجانب على حساب هذا الجانب؟ هاي النظرة مو صحيحة.
طبعا هو شي يجيب من يقول هذا الكلام للمؤمنين؟ يقول لهم هاي خطبة السيدة زين: لا تمحو ذكرنا، لا تميت وحينا، لا تدرك أمدنا، كذا يا ابن مرجانة بالكوفة ثكلتك أمك، لا تسوون السيدة زينب تبكي وما لا. سيدة زينب لا تمحو ذكرنا، وبنفس الخطبة اللي أنت استشهدت بيها السيدة زينب قالت: لكن العيون عبرة والصدور حرة. هاي ليش ما تذكرها؟ وهي نفس الخطبة، ليش تأخذ قسم من الخطبة وتترك شنو؟ قسم آخر. ليش؟ فتبني عليها نظرية على قسم واحد على حساب القسم الثاني اللي زينب ذاكرته بنفس خطبتها. زين هذا القسم الثاني انت ليش بتشوفه خطبة السيدة زينب؟ خاقول السيدة زينب عظمة وقوة وشجاعة وظلامة ودمعة وبكاء وحرقة وأسى على الحسين، يصير حكيك مضبوط وصحيح. فهناك لا تمحو ذكرنا، هنا الصدور حرة والعيون عبرة، والثنين صحيحات، كل شيء بمكانهم صحيح، الألم بمكانه صحيح والقوة بمكانها صحيح. لا تركز لي على شيء على حساب أشياء، لا مثل اليهود القبلة 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 وهم يقولون عزير ابن الله. انت عندك 100 مشكلة يعوف يجين على القبلة. القبلة القبلة ولن تمسنا النار إلا أيام معدودة كما يقولون، وإحنا أولياء لله من دون الناس، وإحنا أبناء الله، وإحنا ما أدرك كذا إلى آخره. ورب العالمين قالهم تتكذبون، لا أنتوا أولياء من دون الناس، ولا أنتوا أبناء، أنا ما عندي أبناء، ولا عزير ابني لم يلد ولم يولد، فتمنوا الموت إن كنتم، ولا يتمنون بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. لا تكذبون، ألف مشكلة عندهم منك عافوها كلها يجون القبلة ما ولاهم عن قرآن. ايش قالهم؟ قالهم لا تسلبون بهاي الجزئية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قبلة اليهود وقبلة النصارى، ولكن البر من آمن بالله واحد، واليوم الآخر اثنين، والملائكة. واليهود يكرهون جبرائيل، يقولون جبرائيل ما يحبنا، ينزل علينا عذاب. والكتاب أربعة، هم ما يؤمنون بالقرآن. والنبيين خمسة، هم ما يؤمنون بمحمد. واليهود ما يؤمنون بعيسى، وعيسى والنصارى ما يؤمنون بمحمد، أما إحنا نؤمن بكل الأنبياء. إيش قصار؟ أنا نسيت خمسة. زين، وآت المال على حبه ستة، ذوي القربى سبعة، اليتامى المسكين ابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة بعد أحسب وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللي يؤمنون بكل ذني هم الناجين، مو عندهم مشكلة بكل شيء، وهم بس ليش انتقلتوا من هاي القبلة شنو الذيك القبلة، يركزوا لي على جانب ويتركون كل الجوانب الأخرى. وهاي بعض الناس الآن يقعون فيها مع الأسف في نظرتهم للدين، وجبت لكم مثال على ذلك. الإمام الحسين فكر، والإمام الحسين مدرسة، والإمام الحسين علم، والإمام الحسين هذا كله صح، بس الإمام الحسين عبرة كل مؤمن ومؤمنة، والإمام الحسين دمعة، والإمام الحسين صريع الدمعة الساكبة، والإمام الحسين ما ذكرت عند مؤمن أو مؤمنة إلا وبكيا، والإمام الحسين إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد، ذني لا تنساهن بالطرف المقابل، لا تركز لي على جانب على حساب جانب. الإمام الحسين اقشعرت لدمائك ظلة العرش، بكى كما يرى وما لا يرى، هذا هم من الإمام الحسين. الإمام الحسين مدرسة، والإمام الحسين علم، والإمام الحسين شجاعة، والإمام الحسين دمعة، والإمام الحسين حزن، والإمام الحسين ظلامة، وهذا كله يكون الجمعة الصورة تصير عندك صحيحة. لا تصير أفتؤمنون ببعض الكتاب وشنو وتكفرون ببعض، الذين جعلوا القرآن عظيم كما يعبر القرآن، يعني يأخذون بعضه ويتركون بعضه ويقطعون القرآن، اللي يعجبني منه آخذه واللي ما يعجبني منه ما آخذه. هذا مو دين، لعب، هذا لعب. هذا هسه احنا بيا حيثية الثالث،
هذا مصداق من مصاديقها في القرآن. أجيب لك مصداق آخر بما تبقى خمس دقائق بعد آخذ. ضوجتكم الليلة يو ما ضجنا؟ أجيب لك مصداق آخر. قوله تعالى تأتوننا عن اليمين، تأتوننا شنو؟ عن اليمين. فأنتم من تأتوننا عن اليمين خليتونا نظل وننحرف. يجي السؤال شنو تأتوننا عن اليمين؟ اليمين كناية عن شنو؟ هو ما أدري واضحة صورة الآية عندكم يوم مو واضحة. هاي التابع، مشكلة التابع والمتبوع، هاي مشكلة التابع والمتبوع، هاي اللي القرآن ذكرها بكذا سورة بكذا آية. يقولهم تأتوننا عن اليمين، تجونا على اليمين إلى أن خليتونا ننحرف ونوصل الجهنم. يجي السؤال شنو يعني تأتوننا على اليمين؟ شنو المقصود عن اليمين؟ يعني ليش مو عن الشمال؟ عن اليمين يعني شنو المقصود عن اليمين؟ تدرون شنو المقصود عن اليمين؟ يعني كنتم تأتوننا من خلال نفس الدين اللي كنا نعتقد به مثلا، يو نريد ندخله يو دخلناه، ومن خلال نفس الدين وتشويه كثير من مفاهيمه وتحريفه وغير ذلك خليتونا شنو؟ ننحرف ونضل. ما أدري والله يعني هذا الكلام لو يدري الإخوة شقد خطير، لو يدرون الإخوة هذا الكلام شقد خطير. تأتوننا عن اليمين، عن اليمين أصلا كنتوا تجونا حتى تحرفونا من خلال نفس الدين، من خلال نفس الدين. من خلال نفس الدين، نفس الدين. عن اليمين كناية عن الدين. حتى في مورد آخر حتى في مورد آخر لآتينهم من بين، إبليس يقول عن الخلائق لآتينهم من بين أيديهم. أئمتنا قالوا شنو يعني من بين أيديهم؟ من بين أيديهم يعني أنسيهم أمر الآخرة، لأن الآخرة تصير أمامهم، فأنا أجي من بين شنو؟ أيديهم، والآخرة أمامهم فأنسيهم أمر الآخرة. زين بعد إبليس منين يجي؟ ومن خلفهم هم أجيهم للعباد حتى أحرفهم. من خلفهم أئمتنا قالوا شنو يعني من خلفهم؟ قالوا من خلفهم أخليهم يجمعون أموال، يجمعون أموال، ما ينطون حقوق، ما يساعدون الفقير، يقولون هاي الورثتنا إلى أن يموتون والأموال مكدسة. هاي اللي يعبر عنها القرآن في مورد آخر ألهاكم التكاثر، أموال وأولاد ألهاكم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وخليتوها وراء ظهوركم. هاي اللي القرآن في مورد آخر ثالث يعبر عنها يكنزون ذهب والفضة. أحسنتم. هذا إبليس يقول من خلفهم أجيهم من بين أيديهم. أئمتنا يقولون أهون عليهم أمر الآخرة. ياهل طلع من قبر مفشخ، فاش تريد تسوي؟ سوي. مثل من خلفهم أئمتنا قالوا إمامنا الباقر، اقرأ برهان سيد هاشم، إمامنا الباقر يقول أخليهم يجمعون الأموال من خلفهم باعتبار يتركوها، من خلفهم يتركوها، يتركوها، لا تطون حق شرعي، لا كذا، لا تصرفون، لا تساعدون، لا تطون، لا 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 لا، يتركها مكدسة ويروح أولادهم يلعبون بيها بكيفهم. ألهاكم التكاثر حتى زرت. زين بس من بين أيديهم ومن خلفهم، الآية تقول وعن أيمانهم. شوف هناك يأتوننا عن اليمين وعن أيمانهم. إمامنا الباقر شنو قال عن أيمانهم؟ قال آتيهم من خلال الدين. يعني نص الرواية مضمونها أخرب عليهم دينهم، أخرب عليهم، عليهم شنو؟ دينهم. شلون تخرب عليهم دينهم؟ الإمام الباقر يقول بتحسين الشبهة وتزيين الضلالة. أكرر، بتحسين الشبهة وتزيين الضلالة. شنو يعني تحسين الشبهة؟ باوعلي باوعلي يابا، بس حرمات الساعة ركضت علي يابا. علي بن أبي طالب رجل غيور يوم مو رجل غيور، رجل غيور، الرجل الغيور شلون يجي عدوه للدار ويدق الباب وعلي بن أبي طالب يقول للمرته طلع فتح الباب وهو أبو الغيارة، وعدوه جاي
حتى ينتقم منه وشرس. اكو رجال غيور يخلي مرته تفتح الباب. تزيين الشبهة. هذا اللي يقول هيجي شو تجاوبه بسرعة؟ طبعا هذا البحث مجاوب عليه مرارا وتكرارا وعبر أبحاث مفصلة وصلت لست محاضرات. بس المشكلة مو كل الإخوة يتابعون الأبحاث، مرات مشغولين، مرات عندهم شو شنو، مرات ما يتابع، مرات ما يدري، وهاي فد مشكلة يعني. أول شيء هذا كون تقول له يا أبا علي بن أبي طالب أتحداك تجيب خبر يقول قال للزهراء فتح الباب، أتحداك. علي بن أبي طالب ما يفتح الباب، هذا واحد. اثنين، الزهراء ما طلعت تفتح باب. يعني حجاب ما كانت لابسة. مرة مثل الزهراء بدون حجاب تفتح باب؟ الزهراء من وراء الباب رادت تذكرهم بالله، شنو المشكلة؟ الزهراء بعد هاي الحادثة طلعت بالمسجد خطبتي وما طلعت بالمسجد خطبتي. خطبت من خلوا ملاء ساتر بينها وبين المهاجر الأنصار، صعدت على منبر أبوها وخطبت على منبر أبيها وخطبت. خوز نال أكو باب، والزهراء خلف الباب قالت إنه مذكركم بالله، باب فاطمة بابي، حجابها حجابي، شلون تحرقون بيتي؟ فالزهراء لا فتحت باب، وعلي بن أبي طالب ما قال فتح الباب. بس ذاك شوف شلون زين الشبهة، تزيين الشبهة وخرب عليهم دينهم من خلال تزيين الشبهة. بعد وتحسين الضلالة، تحسين الضلالة. يا أبا انت بنية عمرك 15 سنة، شنو أبوك كون ينطيك إذن وطلعين وكيف مو بكيف كذا؟ انت حرة، صار عمرك كبير، انت حرة، طلعي براحتك وخذي حريتك. ورجع الساعة بالوحدة بالليل بكيفك هيك يقولها، ايش تردين تسوين؟ سوي. حرية، حرية، عنوان حرية. ايش تردين تسوين؟ سوي. ايش تردين تقولين؟ قولي. ايش تردين كذا كذا؟ يزين لها الضلالة، يحسن لها الضلالة، يحسن لها اياها، لي يعني ضيقون عليك، لي خنقوك. شوفي هاي النساء الغربيات شلون ماخذات راحتهن، شوفي كذا، شوفي الى اخره. يحسن لها الضلالة، يحسن لها الضلالة هالشكل. صادقي افتر بالليل بالوحدة بالليل سايبة بالشارع. وهاي بعض بناتنا، بعض قلة ان شاء الله، بعضهم تمشي عليها الحكم يمشي عليه. كون ابوها يصير عاقل يقعد وياها يسولف وياها بمحبه واحترام، يقول يا بابا هذا مو صحيح. انا سؤالي عنك وخوفا عليك، انت امانه عندي بنتي، امانه عندي، تتعادلين عندي الدنيا كلها، اخاف عليك. ذولا بعض الرجال ما يخافون رب العالمين، فيردون يستغلوك وبعدين هم يذبوك بالشارع، وانا اكون احافظ عليك. كون يقعد يتفاهم وياها، كون يفهمها، كون كذا. أقول أنا أكو شغل يا أخي، شكو يبكي. صلوا على محمد وآل محمد. هذا تحسين ضلالة وتزيين شبهة. هذا عن أيمانهم، القرآن الكريم عبر عن أيمانهم، إبليس يقول أجيهم عن أيمانهم. بعد شمائلهم، شنو يا إمامنا الباقر؟ إمامنا الباقر عن شمائلهم، أقرب لهم اللذات وأغلب عليهم الشهوات. شمائل، شمائل، أغرق بحر ما اللذات وشهوات ونزوات، وأخلي يركض ببرا هاي ويرجع ببرا ذيك ويدوخ، بحيث صن بعد ما يشوف شيء آخر بالدنيا. أغرق، أغرق، أغرق. فإبليس يجي من كم جهة؟ أربع جهات. يأتوننا عن اليمين. هنا أنا إبليس يقول أنا أشتغل على أربع جهات، أمام، خلف، يمين، شمال. إذا ما يوقع بهاي أوقع بذيك، ما يوقع بذيك أوقع بهاي، ما يوقع بهاي أوقع بذيك. مكروا مكرا كبارا، يعبر القرآن الكريم كبارا، مكر كبار. والمؤمن يكون بعد يصير حذر، يعني يكون يصير حذر ويكون يصير قوي بالله تعالى، يستقوي بالله تعالى وينجح أمام كل هذه التحديات، ينجح أمام كل هذه التحديات. المؤمن قوي، المؤمن. أبو ذر مؤمن، عمار مؤمن، سلمان مؤمن، مو يولا
المقداد مؤمن، ميثم لو ميثم التمار. هسه يا اخوان ميثم ولا ميثم؟ ما مشكله، ميثم لو ميثم التمار. هذا المؤمن، كميل مؤمن، رشيد لو رشيد مؤمن، حبيب ابن مظاهر الاسدي مؤمن، زهير مؤمن، مسلم بن عوسجه مؤمن، زراره محمد بن مسلم مؤمن، وهكذا وهكذا. هم مشيت بالبحث. أنا أذكرتها على المنبر حتى يتأخذني المصيبة، بس أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. ميثم يوم من الأيام شاف علي بن أبي طالب، قال له ميثم؟ قال له نعم يا أمير المؤمنين. قال له بعدك تحب علي بن أبي طالب؟ قال له يا أمير المؤمنين أحب علي بن أبي طالب. قال له مو حب علي بن أبي طالب يسبب لك مشاكل؟ قال له مثل شنو يا أمير المؤمنين مشاكل؟ أنا من حبيتك لليوم غرقان بالكره هذا وبغض ذاك وحكي هذا. صار. قال له لا غير هذا هم يصير وياك حبي. قال له مثل شنو؟ قال له يعني مثلا يصلبوك على جذع ويقطعون يديك ورجليك ويستلون لسانك من قفاك مثلا. قال له شو مسوي أنا يا أمير المؤمنين؟ شو مسوي شو يسوون بي؟ قال له تحبني؟ هذا اللي مسوي. تقدر هم ما تحبني ذني ما يصير عنديك. قال يا أمير المؤمنين ذني صيرا بي من أجل حبك أحلى عندي من العسل. هسه طبعا أنا أقولها على المنبر يعني بقوة وبالصدق، ما أدري إيش يصير. هسه هذا لحد الآن حكي أحكي على المنبر، بس إذا جدد جد إيش ما أدري أنا بعد. الله يرحمنا ويرحمكم إن شاء الله. المهم قال يا أمير المؤمنين تقدر تدليني بالجذع؟ قال لي إيه أقدر دليك هذا الجذع يصلبوك عليه. قال له شكرا يا أمير المؤمنين. قام يصلي ميثم كل يوم ركعتين يم الجذع. يا أبا ميثم ما أدري إيش عندك فيها الجذع هذا أنت مقابله وقاعد. قال لهم حدثني خليلي حبيبي أنا هذا يصلبون عليه بحبك. راحت الأيام جت الليالي جت فول ميثم جابوا ربطوا على الجذع. قال لهم أنا أهل الكوفة كلها يدرون أنا مسولف للدنيا كلها مسولف علي بن أبي طالب إيش قال لي وأنا منتظر يوم يعني عسبالكم خوفيني لا أبدا كل ما صل منتظر هذا اليوم ساعة ساعة. ابن مرجان إيش قال لهم؟ قال لهم هذا ما دام يقول علي بن أبي طالب إيش قال موضوع لسانه عوفوه حتى نكذب إمامه. يا بترك لسانه قطع ودي قطع ودي. قال رسول الله علي مع الحق والحق مع علي. هاي يقصون بديه رجليه. قال رسول الله علي مع القرآن والقرآن. قال رسول الله أنا مدينة العلم علي. قال رسول الله علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. قال رسول الله علي علي علي. قالهم قطعوا لسانه وطلعوا من قفاه. قال صدق مولاي أمير المؤمنين. هذا مؤمن يسموه هذا. هذا مؤمن. هذا هذا الشيطان يرجف منه يخاف منه يشرد منه لجلالة قدره وعظمته وقوة قلبه في سبيل الله تعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا هذا ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الغاوين اللي يتبعوك ذولا تقدر تضحك عليهم، أما مثل هذا ما تقدر له. مثل حبيب المظاهر الأسدي ما تقدر له ما تقدر له ما تقدر له. أنا كان ببالي مصيبة الأربعين وكذا، بس بعد شو ذولا أولياء الله وأصحاب أهل البيت، وبعد ما أتصور أرجع صير ما مناسب. هذا نافع بن هلال هو جت هي المصيبة بحد بهالشكل هذا. نافع بن هلال يقول شفت الحسين ليلة عاشوراء طالع من خيمته يتفقد الخيام. ليلة العاشر هدوء سكون، طالع يتفقد خيم النساء يباوعلهن، سواله خندق خلف خيم النساء خلى بيه حطب. حسين الشاغل النسوان العرض العرض العرض. ولهذا زينب يوم عاشوراء قالت له إن كنت حيا أنقذنا أبا عبد الله.
فلقد أجمت الخيل علينا، قام ووقع قام ووقع قام ووقع. قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. المهم يقول قلت خلي أمشي ورا الحسين، ذولا بني أمية غدارين، خاف واحد يضرب سيف واحد يرمي بسهم، أخشى على الحسين. مشيت خلفه، يقول حس أكو واحد يمشي وراي، من هذا؟ نافع هذا؟ قلت له فداك هو وأهله وعشيرته وناسه كلهم يفدوك أبا عبد الله. يقول قال ليش طلعك بالليل؟ قلت له خوفا عليك سيدي يا أبا عبد الله، تمشي وحدك ليش؟ دول بني أمية أهل غدر، واحد يرميك سهم واحد يهجم عليك سيدي، أخاف عليك. هذا طلعني من خيم الأنصار، شفتك طلعت. يقول قال لي نافع، قلت له فداك. قال لي شوف ذن الربوتين، قلت له أراهما. قال لي خذ ما بينهما وانجو بنفسك. حسين قال له أنت في حل من بيعتي، القوم لا يريدون غيري، إذا ظفروا بي ذهلوا عن غيري، لا يطلبون إلا دمي. قلت له سيدي ليش أتركك؟ قال لي لكي تعيش. قلت له قبح الله العيش بعدك، هل 30 سنة ذني لعيش بعدك، الله يقبحن إن شاء الله. يقول قال لي بارك الله بيك، شكر الله سعيك. ظل يقول أسولف أنا وسيد الشهداء إلى أن وصل الخيمة من الخيام. قال لي نافع هاي خيمة أختي زينب، أحب أسلم عليها. قلت له سيدي ممكن أنتظرك إلى أن تطلع من الخيمة وتروح لخيمتك حتى أطمئن عليك وأرجع المضارب الأنصار، ممكن أوقف؟ قال لي بكيفك. قل وقفت بباب الخيمة، دخل سمعت سلم على أخته. يقول سمعتها قلت له عليكم السلام سيدي ومولاي، هلا بحمانا، هلا بذرانا، هلا بأبونا، هلا بسيدنا، تاج راسنا، هيبتنا، كبيرنا، إمامنا. يقول رحبت بي ذاك الترحيب أخوها. فرجنا لك الخيمة ارتاح يا حسين، فرجنا لك الخيمة ارتاح يا حسين، وجمعنا لك دمع بكي النساوي. هذا طور أسد من أسود المنبر، أنا أحب خطباء المنبر، وقلما يخلو مجلس من مجالس من ذكر أسد من هذه الأسود، كلش أحب أذكرهم خدام الحسين. هذا طور السيد جابر أغائي، وهو فارس من فرسان منبر الحسين، وخالد من أولئك الخالدين، ورائد من رواد الخطباء واقعا رحمة الله عليه. هذا طورة راح أقرأ الليلة بطورة وطريقته رحمة الله عليه. المهم يقول سمعت زينب تقول للحسين أخي هل خبرت أصحابك بلوتهم؟ أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة، خاف باشر يسلموك ذولا. قالها زينب بلوتهم خبرتهم، ما وجدت فيهم إلا الأخذ الأجوز، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحال بأمه. سيد جابر يقول تيزاب صافي ذولا، ذهب ذولا. نافع يقول قلت لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله. يظهر زينب خايفة من عدنا، ترك خيمة زينب وراح إلى مضارب الأنصار، ولهم دوي كدوي النحل بين راكع وساجد قائم وقاعد تال للقرآن. يقدمهم شيخهم الكبير حبيب قد شد حاجبه بعصابة لكبر سنه. يقول جيتها مست بأذنه، قلت له شيخنا فقيهنا القصة كيت وكيت كذا وكذا. قال لي وش رايد؟ قلت له شنو رايك نسوي لنا فد هوشة قدام خيمة زينب نطمئنها، خايفة من عدنا زينب. قال له والله خوش راي. قام حبيب صاح يا أبطال الصفا يا فرسان الأيجا، طلعوا الأنصار من كل مكان، قالهم يا أبطال القصة كيت وكيت كذا وكذا. قبل ليسولي في العباس إجا هو وبني هاشم يرغضون من مضاربهم من مضارب الهاشميين. قال له حبيب سيدي ارجعوا إلى مضاربكم، لا زهرت عيونكم حكي يا جماعتي مو ياكم،
انتم من يأمركم من يطلب منكم تجون؟ احنا نجيكم بني هاشم انا ويا جماعتي اسولف، رجعوا عندي شغله يا جماعتي. رجع العباس وعلي الاكبر والى اخره. قال لهم خل نسوي لنا مظاهرة قدام خيمة زينب. قالوا له بخدمتك شيخنا حبيب. اجوا الى خيمة زينب يقدمهم حبيب، وقف امام الخيمة الحسين بعد قاعد صاح السلام عليكم اهل بيت النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة، هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. سمع الحسين قالها زينب هذا حبيب ايش عنده جاي؟ قالها كان نافع يمشي وراي، لابد سمعت شيك راح جاب الأنصار وإجا. زينب ترى ذولا جايين إليك مو إلي، يردون يطمئنوك. قالت لو المطلوب هذا سلم حبيب سلم، شنو أسوي أبا عبد الله؟ قالها رد علي السلام جاوبي. قالت تقبل قالها بالنتيجة السلام عليك، شنو تجاوبي؟ كان عنده صندوق بالخيمة فتحته طلعت عباية فاطمة الزهراء لبسته. لبست عبات أمها وقفت بباب الخيمة قالت وعليك السلام حبيب حبيب انزبوني معرفة من أنا، أنا زينب ابنة أمير المؤمنين. حبيب لا تقصر عن نصرة هذا الغريب. الله أكبر يا أبا عبد الله، الله أكبر. حبيب ذب عمامته بالقاعة شال تراب خلى على شبيك. قالوا ما أنا منين وتزلم علي مد المرتضى حامل الحمية وأمها فاطمة الزهراء الدجية بعد وهي مخدرت عباسية. سمع أبو الفضل سيد جابر يقول صوت ليل يوصل، سمع العباس جاي يركض علي الأكبر وراء الهاشميين. شافوا زينب تسولف ويا حبيب تحشمه تقول للحسين الحسين العباس بعد حي. زينب تحكي وياهم من ورا باب الخيمة قالها اخويا اش طلعت من خيمتك يا من فدوى يروح اخوك لهيبتك شلون تنظامين بوجود اخوتك. الله الله خيمتك بسيوف نظلي لا تقل له انا خايف لا تقول مدري. خوش دمع الليله خوش دمع يا ابا عبد الله نظره. انا خايف لا تقول مدري يا عباس يا صيوان خدري يا بي انا خايف ينهتك الستري. قال عيناك لا ينخطف لونيك اش حدهم عدانا يوصلونك اش حدهم اش حدهم يا بي يوصلونك ابن والدك قرة عيونك. شنو هالجمال هذا شنو هالجمال هذا يا ابن والدي جبن والدي جبن والدي قرة عيونك. بيت الدعاء واسألكم الدعاء. العذر منك يا قمر هاشم يحيد خويا راح اختك تطب مجلس يزيد انا مو شبكي يا فريد وما اريد ولا بكي فاقطع دمعتي وونتي.
المزاحم الضائعة. طولنا عليكم ساعة وعشر دقائق تأخرنا، اعتذر منكم. عجل فرج إمام زماننا يا الله، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه. اقضي حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنهار، بمحمد وآله الأطهار. مؤسسون تقبل مجلسهم، أوصله إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم. إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.